بسم الله الرحمن الرحيم. المحترم صاحب المعالي رئيس البرلمان، السادة أعضاء لجنة التحكيم الموقرة، زملائي من الحكومة والمعارضة، ولا أنسى جمهورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فإننا فريق الحكومة نؤكد من جديد على تشبثنا بموقفنا المبدئي الموالي لأطروحة البرلمان القائلة: تشابك الحركات الإرهابية وفصائلها في أقاليم بعض دول آسيان يتطلب الجهود المتشابكة والمتعاونة بين دول آسيان في منع انتشارها. يا سادة، هدفنا من ذلك ضرورة التعاون بين دول آسيان وتثبيت الأمن والسلامة في أقاليمها في سبيل ضمان تحقيق تقدمها وازدهارها، ومثبتين ذلك من خلال ترسانة من الحجج المتنوعة والمترابطة منطقيا ومنهجيا، أولها ما تطرقت إليه زميلتي وهو المحور الاستراتيجي، وأنا سأواصل بقية المحاور: المحور الثاني جيوبوليتيكي، والمحور الاقتصادي، ومحور حقوق الإنسان. أعضاء البرلمان، سيدي رئيس البرلمان، ولكن قبل ذلك أجد نفسي مرغمة على رد بعض ادعاءات فريقي المعارضة، حيث أنهم قالوا بأن سنغافورة وبروناي لم يحدث في هاتين الدولتين الإرهاب. يا أعضاء البرلمان، أعضاء البرلمان، الإرهاب، أنا أعطيكم قياسا بسيطا: فيضان فإنه في أول الأمر سيتسرب الماء، وإذا لا توجد سدود يحدث الفيضان. إذا نفس الحال ينطبق على الإرهاب. إذا نحن لم نقم بالوقاية من انتشار الإرهاب سوف تفسد منطقة دول آسيان. أعضاء البرلمان، دخول الإرهاب إلى منطقة دول آسيان يشبه دخول الجراثيم والميكروب إلى جسم الإنسان، فإذا ما تركناه بدون علاج سوف يتسرب إلى أنحاء الجسم ويصعب حينئذ علاجه. ثانيا، أليس من باب الوقاية أن نأخذ خطوات وقائية لمنع انتشار الإرهاب في بعض دول آسيان كي لا ينتشر هذا الإرهاب إلى بروناي وسنغافورة؟ يا أعضاء البرلمان، أليست الوقاية خير من العلاج؟ ثم إذا هل تريدون منا أن نجلس ونضع أيدينا على خدنا حتى ينتشر الإرهاب، ثم بعد أن ينتشر الإرهاب ونصبح كالصومال وسوريا وليبيا والعراق نبحث عن الحلول؟ ستأتون إلينا وتتوسلون إلينا وتطلبون منا آنذاك التعاون، ويكون حينئذ قد فات الأوان، لقد سبق السيف العدل. ثم يا أعضاء البرلمان، قالت المعارضة بأن الميمار الإرهاب عند حكومتهم، اتفقنا مع هذه النقطة، وعلى هذا الأساس نأتي إلى هذا البرلمان لطرح التعاون لكي نجتمع ونقول ونفرض الضغوط على حكومة ميمار. يا أعضاء البرلمان، الحكومة الإرهابية مثل ميمارية التي تقوم بأعمال العنف مثلا، باستطاعتنا أن نقوم بمحاصرة هذه الحكومة الإرهابية اقتصاديا ومقاطعتها دبلوماسيا. ها هو نتيجة التعاون، ولذا نريد التعاون يا سادة. ثم قالوا أيضا بأن التعاون موجود سابقا، أعضاء البرلمان، ولكن شكل التعاون الذي أتينا به هذا اليوم يختلف عن الاتفاقيات التي اتفاقيات سابقة. يا أعضاء البرلمان، فلا تخلطوا بين الأمور. وشكرا، تفضل بالجلوس. ثم قضية فلسطين، قال الأمريكيون أن الفلسطينيين هم الإرهابيون، وقال المسلمون أن الإسرائيليين هم الإرهابيون. نحن نعلم جميعا أن الفلسطينيون يدافعون عن حقوق دولتهم، يدافعون عن أراضيهم. إذا الذين يحتلون هم الإرهابيون، أمر بسيط لا يحتاج إلى اختلاط المفاهيم. عضلنا، تفضلوا بالجلوس أولا. أما أنا سأمر إلى استعراض مجموعة حججنا. محورنا الثاني محور الجيوبوليتيكي، وقبل ذلك تفضل. نعم، أنت قلت أن الفلسطينيون هؤلاء يعرفون، وكيف بمندانو الذي يقولون أن هؤلاء غير المسلمون يعترفوا أنهم ليسوا فعلا إرهابي، ولكن هؤلاء الذين ليسوا مسلمون يقول أنها فعلا إرهابي، كيف يكون هذا متساوي؟ يا أعضاء البرلمان، قضية فلسطين قضية عالية لا ما يعرفها الناس جميعا، وهناك أيضا دول أوروبية تقف مع الدول الإسلامية ضد الإرهاب الإسرائيلي، لا حاجة إلى التنازع على هذه القضية، لا ثمن لها. محور جيوبوليتيكي، إذا لم تتعارض، إذا لم
نتعاون نحن دول آسيان في الوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب في منطقتنا. سوف تتدخل دول الكبرى بذريعة الإرهاب إلى أراضينا وتفعل ما تشاء يا أعضاء البرلمان. وأنتم تذكرون أنتم جميعا من آسيان بأن تذكرون لا يخفى عليكم بأن أمريكا قد وضعت قواتها على سواحل الفلبين والصين أرسلت قواتها إلى تايلاند وتطالب بفتح قناة في تايلاند لعبور سفنها الحربية. لا تعتقدوا ذلك لحمايتنا فنكون من البلهاء. هؤلاء دول الكبرى تهدف إلى حماية مصالحهم الخاصة يا أعضاء البرلمان. اعلموا وضعوا نصب أعينكم سيأتي يوم أنهم يتخذون من الإرهاب حجة وذريعة لتنفيذ مصالحهم في منطقتنا المحبوبة يا سادة أعضاء البرلمان. كانت أمريكا تهدد بمحاربة إيران بدعوة صناعة القنابل الذرية. كانت أمريكا حاربت أفغانستان بحجة وجود الإرهاب وانتشار الإرهاب في أفغانستان. ونحن لا نريد حدوث نفس المشكلة في منطقتنا يا أعضاء البرلمان. بعد كل هذه المخاطر تقولون أن التعاون لا حاجة له، كيف ذلك؟ ثم يا أعضاء البرلمان ننتقل إلى المحور الاقتصادي. تفضل بالجلوس أولا. نحن متفقون على أن الاقتصاد هو العمود الرئيسي للدول، وإذا ما انتشرت آفة الإرهاب في وطننا آسيان فإن اقتصادنا سينهار. وإليكم عبرة يا أولي الألباب فيما حدث في أفغانستان والصومال والعراق. رغم أنها دول غنية وثرية بثرواتها ومواردها الطبيعية، والعراق يملك ثاني أكبر احتياط بترول في العالم، إلا أنه بسبب الإرهاب أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر حتى الآن. والسبب لماذا؟ لماذا؟ لأن ليس هناك تعاون بين الدول العربية والإسلامية ضد الإرهاب. لم يأخذوا الخطوة الوقائية منذ البداية. إذا لم نتعاون الآن يا سادتي الكرام سيحدث في منطقتنا مثل ما حدث هناك يا أعضاء البرلمان. ثم أعضاء البرلمان لدينا دليل وفقا لما ورد في Global Terrorism Index من المعهد الدولي للاقتصاد في السنة الماضية أن الفلبين احتلت المركز التاسع وتايلاند احتلت المركز العاشر وإندونيسيا احتلت المركز 31 في قائمة ترتيب الدول المتضررة اقتصاديا من بالإرهاب. وبعد كل هذا تقولون أن التعاون ضد الإرهاب في منطقتنا لا حاجة له، كيف ذلك يا أعضاء البرلمان؟ ثم ننتقل بامتياز إلى محور حقوق الإنسان. كل إنسان له حق وحرية في ممارسة الحياة في أمن وسلامة يا سادة. إذا فعلى الدول ذات الخبرة وذات التجارب مثل تايلاند إندونيسيا التي تجارب في مواجهة الإرهاب عليهم أن يتعاونوا مع الدول التي لم أصيب الإرهاب مثل برونا وسنغافورة يا أعضاء البرلمان. جماعة إسلامية هجم بالي تسبب في قتل 200 شخصا في أكتوبر قبل 3 عام يا أعضاء البرلمان. ثم جماعة إسلامية في فندق جي دبليو ماريت فجرت هذا الفندق تسبب في موت 7 أفراد يا أعضاء البرلمان. ثم في مهاجمة باتاني في عند يونايتد ليبريشن أورجانيزيشن تسبب في موت 108 فردا. لا نريد نريد محافظة على حقوق الإنسان وحياة الإنسان يا أعضاء البرلمان. وكل هذه الحجة يا أعضاء البرلمان تصب في مبدأنا العام الذي يقول أن التعاون بين دول آسيان في منع انتشار الإرهاب في هذه اللحظة ضرورة يا أعضاء البرلمان. وبهذا نطالب الرئيس البرلمان الموقر قبول هذا المشروع قبولا تاما لا رجعة فيه لضمان استقرار منطقتنا لضمان مستقبل أطفالنا وأطفالنا يا أعضاء البرلمان. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.